يعني قوات الاحتلال تنسحب فجأة من جنوب قطاع غزة، كانت تلقت ضربة يوم أمس، ضربة قوية قرب خان يونس. نتنياهو يتحدث عن أنه نحن على بعد خطوة واحدة من النصر، ويقول بأنه أوضح للمجتمع الدولي بأنه لا يمكن وقف إطلاق النار. ثم هناك جولة محادثات جديدة اليوم في القاهرة، تبدو وكأنها مجموعة متناقضات، كيف يمكن ربطها؟ نعم، علينا أن نعود في القضايا العسكرية دائما إلى التحليل الصلب، يعني عندما ننظر إلى الميدان، يعني صحيح نحن نرى هذه الخسارة الكبيرة، يعني ما يفعله الكيان الاستيطاني الاستعماري اليهودي بدعم الإمبريالية الأمريكية وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية التي تشارك في كل شيء من خلال التسليح، التمويل، الغطاء الدبلوماسي والسياسي وحتى الدعم العاطفي. ولذلك أعتقد بأنه هذا الدمار الكبير، لكن على الأرض ببساطة وبمنطق صلب واضح أن هذا الكيان الاستعماري ومن وراءه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم يستطيع أن يحقق أي هدف استراتيجي، بل على العكس الآن هو يدخل في نطاق الخسارة والهزيمة الاستراتيجية. يعني منذ البداية حدد هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني أهداف واضحة، هي تفكيك حركة حماس والقضاء على المقاومة واستعادة الرهائن. هذا لم يحدث بعد نحو ستة أشهر، أكثر من ستة أشهر لم يحدث. وبالتالي ماذا الانسحابات؟ أحيانا اعتدنا الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها الإمبريالية السابقة دائما يقول، يعني اخترعوا مصطلح عسكري ما يسمى إعادة التموضع. هذا انسحاب، يعني انسحاب لأنه لا يوجد هناك أي نصر. أما الحديث نتنياهو أو غيره عن أنه على بعد خطوة، هذا كله تسويق سياسي. كيف يمكن أن يكون على بعد خطوة؟ هو لم يستطع أن يفعل شيء، حتى المناطق التي انسحب منها لا يزال القتال، وأيضا تعيد المقاومة بناء نفسها تماما، وفشلت أي محاولة لاختراق هذه، يعني هذه الساحة أو جبهة القتال، جبهة غزة، فشلت تماما على الصعيد السياسي. وبالتالي لم يتمكن أيضا من خلق أي بديل لا للمقاومة ولا لحماس ولا لفرض أي شيء، سواء كان أمثال روابط القرى أو فصائل السلام سابقا، أو الاعتماد على ماجد فرج، أو الاعتماد على السلطة السابقة، أو بعض الأجنحة هنا هناك، أو حتى طرح مطروحات بإتيان بقوات عربية ودولية. كل هذا لم يتحقق، لم يتمكن نتنياهو من تحقيق إنجاز. ويوميا يزيد الضغوطات، يزيد المجتمع الإسرائيلي انقساما، يزيد حدة الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، لأنه نعلم هناك هدف واتفاق استراتيجي بين أمريكا وإسرائيل، لكن هناك خلاف تكتيكي يعني يصل حد الاستراتيجي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة الآن لدعم مثل هذه الحرب برفح، لأنهم يقولون أنه لم يقدم لنا خطة معقولة لتجنب قتل المدنيين، وخصوصا بعد حادثة أيضا المطبخ يعني المركزي العالمي. واضح أن هذا الكيان يعاقب الشعب الفلسطيني في غزة باحتضان حركة حماس، ويعاقب من يساعد الشعب الفلسطيني في غزة أمثال المطبخ أو الأونروا أو أي منظمة دولية إغاثية إنسانية. ولذلك أعتقد أن ما يحدث هو يعني لابد في مرحلة ما، وهذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية ربما شهر آخر، بأنه كفى، أنه إذا لم نقدم هناك أي شيء حقيقة على مستوى إنجاز عسكري أو ثم بعد ذلك السياسي، فهذا يعني الأمور يعني من المستحيل. ولذلك نتنياهو يصر أنه نعم، وحتى في إطار المفاوضات ما تحدث الآن جولة جديدة من المفاوضات، ووجود ويليام بيرز رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية، هو يريد يعني أن يستعيد، يتخلص من عبء الرهائن. هذه كانت الخطة من البداية، ثم يستمر في الحرب على غزة وحرب الإبادة. وهذا أمر طبعا بالتأكيد أن المقاومة لن تعطيه هذا، يعني هذه الميزة على الإطلاق، وستبقيه في هذه المشكلة. ولذلك أعتقد أن الكيان رغم كل هذه الخسائر الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية، لكن على صعيد نتحدث على صعيد المقاومة متماسكة، لديها وحدات مركزية للسيطرة بشكل تام على كل هذه الوضعية. ولذلك أعتقد أن هذا من هو في مأزق هو الكيان الإسرائيلي وحلفاء، سواء كانوا الأوروبيين الذين يحرجهم نتنياهو كل يوم، وكذلك الأمريكيين، والأكثر من ذلك المطبعين العرب. نعم. طيب، يعني بالمقابل
سيد حسن، يعني تبدأ اليوم مفاوضات القاهرة، إلى أي مدى كان يعني واضح بأنه بعد قتل السبعة موظفين من المطبخ المركزي العالمي أحدث تغييراً ما في هذا العالم، حرك المياه الراكدة لدى العالم، إلى أي مدى هذه وهي جريمة بالتأكيد ككل جرائم الاحتلال، إلى أي مدى هذه الجريمة أضف إلى ذلك الضربة الموجعة كما قيل التي تلقاها الجيش الاحتلال يوم أمس قرب خان يونس، وأيضاً ازدياد شراسة المظاهرات، مظاهرات أهالي الأسرى في تل أبيب، إلى أي مدى كل هذا سيشكل ضغطاً على نتنياهو من أجل الرضوخ؟ أعتقد هو يعني لا أعتقد أنه يحتاج إلى هو لغاية الآن، يعني هو في حالة نكران وخارج الواقع. يعني هو كانت نذكر في البداية كان يتحدث أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا أنها خارج الواقع، والحقيقة أثبتت أن من هو خارج هذا النطاق الواقع تماما هو نتنياهو وحكومته تماما، وهذا الكيان الإسرائيلي الذي يعني فعل كل ما يمكن أن يفعل من حرب إبادة، بحيث أنه يواجه الآن يعني اتهام في محكمة لاهاي العدل الدولية، وكذلك سيواجه بقية مجرمي من عدة قضايا في محكمة الجنايات الدولية، وأصبح معزولا والتأييد له ينخفض بشكل هائل، وحالة الغضب في المنطقة. نحن نرى أن هذا الكيان من كفن يعني من هذه الأزمة هو يريد أن يزج بالولايات المتحدة الأمريكية حتى في حرب إقليمية. يعني قبل أيام نعلم كيف قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، بمعنى يعني كان يقصف الأراضي الإيرانية، لأنه هذا بحسب يعني اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، هذه أرض إيرانية وبالتالي محمية، وبالتالي الآن سيتعرض لعقاب. ربما بعض التوقعات تشير أنه حتى قبل العيد ربما سيحدث، وتم إفراغ أكثر من 25 يعني قنصلية وسفارة في الخارج، وبالتالي هذه الخسارة في الميدان كما نرى بالأمس تعرض لصفعة قوية جدا في المناطق، في كل المناطق يعود إليها المقاومة، وتكبد خسارة وصلت لأكثر من 14 قتيل فضلا عن عشرات الجرحى وفضلا عن الآليات. إذا هذا الكيان هو في النهاية لابد أن يعود إلى الواقع، نتنياهو وحكومة الحرب. لا أعتقد أن هناك فرق، يعني أحيانا يقال بأنه نتنياهو يريد مستقبل، صحيح هذا كله صحيح، أنه هي يعتبرها حرب شخصية بالإضافة إلى حرب يعني هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني، لكن أعتقد حتى المجتمع الإسرائيلي يطالب بعنف أكثر حتى باتجاه الفلسطينيين، والكل يتبارز ويتنافس في عملية إظهار يعني العداء للشعب الفلسطيني، ويظهر يعني مستويات من العدوانية والإبادة يتفوق على نتنياهو، يصبح معتدلا قياسا مثلا إلى بن غفير وسموتريتش وبعض الآخرين. فيعني أعتقد بأنه نتنياهو أو غيره، ليس الأمر متعلق بنتنياهو، كثير ما يقول كأنه نتنياهو يعطل كل شيء، لا أعتقد ذلك. صحيح أنه قد يبدو يعني بيني جانس أو مثلا غيره يعني أكثر توافقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا أعتقد أنه خلاف كبير. المعضلة هي أن هذا الكيان منذ 7 أكتوبر أصيب بحالة صدمة، وبالتالي لم يعد حتى هذه الشهور 6 أشهر لم تظهر أي علامات على التعافي، بحيث أنه كما قلت هو يضرب هذا المطبخ المركزي العالمي، يريد أن ينهي الأونروا، أي منظمة لا يريد على الإطلاق، يعني حالة من الانتقام، يعني لا يزال يفكر هذا الكيان بقضية انتقام، ويتحدث عن تهديد وجودي من حركة محاصرة منذ أكثر من 17 عام ويعني في قطاع جغرافي محدود. نعم. وبالتالي أعتقد بأنه هذا الكيان مأزوم، وبالتالي هو يعني لابد أن يخرج من حالة الإنكار ثم بعد ذلك يبدأ، وهذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهموا لهذا لقادة يعني حكومة الطوارئ ومجلس الحرب ونتنياهو، أنكم غير ممكن هزيمة. الآن أصبحنا نسمع بشكل واضح من الولايات المتحدة الأمريكية تقول لهذا الكيان الاستعماري، تقول له أنه غير ممكن تحقيق أهداف القضاء على حماس ولا استعادة الرهائن إلا عن طريق التفاوض، وبالتالي يعني استعادة الرهائن عن طريق التفاوض، ولابد من التفاوض لاحقا
مع حركة حماس، هذا أصبحت أمر واقع، وبالتالي هذه الانسحابات من الواضح أن هذا الكيان يعيش في مأزق رغم كل يعني كما قلت يعني الخسائر البشرية والإنسانية والمادية في الكرة. نعم، مآزق متتالية الحقيقة. اليوم هناك قضية جديدة من قبل نيكاراغوا رفعت في المحكمة العدل الدولية بعد قضية جنوب أفريقيا، وأيضا القضايا المرفوعة في الجنايات الدولية. ولكن يلاحظ من كل ذلك، وأنت تحدثت قبل قليل أشرت إلى الدول العربية أو الأنظمة العربية وتحديدا دول التطبيع، يعني كل هذه القضايا ليس للعرب علاقة بها، شيء من أفريقيا وشيء من أمريكا الجنوبية، والعرب آخر من يعلم وآخر من يتحرك. لماذا العرب غائبون حتى في المجال القضائي الحقوقي عن المجزرة في قطاع غزة؟ وأنا لكي نكون منصفين سيد حسن، ليس فقط دول التطبيع العربي، حتى بما فيها الأنظمة الثورية بين قوسين التي تدعي الثورية والممانعة والمقاومة، حتى هي صامتة لم تفعل شيئا، حتى مظاهرة في هذه البلاد لم تخرج أساسا. نعم، لأنه الأمر بسيط وواضح، نحن نعلم بأن هذه الأنظمة هي ابتداء لا تتمتع بأي شرعية أو مشروعية، يعني كلها جاءت أثر انقلابات بعد الانقلاب على ثورات الربيع العربي، والتي جاءت بانتخابات ديمقراطية شفافة معروفة في العالم، وجاءت بالإسلاميين في معظم هذه الدول، وبعض الدول التي لم يدخلها هم تم يعني خلق ثورة مضادة خشية من أن يعني تصلهم، كما هي دول يعني الخليج تحديدا السعودية والإمارات مثلا وكذلك البحرين. وبالتالي أعتقد بأنه هذه الحكومات غير ممثلة، نحن نرى على العكس أن هناك دول، طبعا دول الخليج هي أصلا لا تسمح بالتظاهر ابتداء حتى تقمع، وإذا كان هناك أي تعبير لدعم ليس حركة حماس أو المقاومة، لدعم أي شيء للشعب الفلسطيني في غزة أو حتى الضفة، سيتعرض للمحاسبة والحساب الشديد والعقاب. وفي الدول التي لديها دول يعني نوعا ما ملكية أو محافظة كالمغرب والأردن، يتم قمع شيء، وكذلك طبعا الأنظمة الجمهورية كنظام مصر السيسي، يتم قمع المتظاهرين، يعني يتم سحل الناس أحيانا وقمع الناس واعتقالهم ويعني تحويلهم للمحاكمة. فهذا الوضعية هذا يوضح أن هذه الأنظمة غير معقول أن هذه الشعوب تخرج للتعبير أو أنها يعني، ولكن بعد ذلك فقط بحجة يعني دعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية وحتى دعم المقاومة الفلسطينية واختيار هذا النهج، ثم يتم التعامل معها كخيانة كطابور خامس، وكأنهم جايين يعني أناس جاءوا من فضاء خارجي، وهذا رغم أنه بحسب كل دساتير هذه الدول هو حق دستوري وحق قانوني وحق شرعي. وبالتالي فهذه الأنظمة هي أصلا بعد الربيع العربي توصلت إلى تعريف إعادة تعريف الأمن القومي لهذه الدول يتماهى تماما مع التعريف الأمريكي والإسرائيلي، وهو أن العدو في المنطقة ليس إسرائيل. لم تعد هذه العقيدة التي كانت سادت على مدى عقود منذ خلق الكيان الاستعماري الاستيطاني عام 1948، هذه انتهت، لم يعد يعرف إسرائيل في المنطقة كعدو على الإطلاق، وأصبح العدو هو في الداخل، العدو الداخلي هم الحركات الديمقراطية والإسلامية في الداخل وفي الخارج المسندة سواء من تركيا أو إيران، هذا هو. وبالتالي أصبحت متماهية، ولذلك هي هذه الأنظمة كما يعني أصبح واضحا وصرح به أكثر من شخصية وكاتب ومفكر ودبلوماسي كدينيس روس، بأنهم يتمنوا هزيمة، بل يدعو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى التعجيل بالقضاء على حماس وعلى المقاومة. إذن هذه الأنظمة كيف يمكن إذن أن تنتظر منها؟ نحن شاهدنا وهو ما يعني ومن الخزي أنك تشاهد كما ذكرت أنه من يرفع محكمة في العدل الدولية هي جنوب أفريقيا، وتجد إسناد لها من دول أخرى، تجد كل الذين يقفون بوجه هذا الكيان ويقطعوا العلاقات. شاهدنا مواقف الرئيس لولا دي سيلفا بالبرازيل، المواقف الذي وصف هذه بالإبادة والمحرقة تماما، وأنه أسوأ من المحرقة. وكذلك يعني فنزويلا، نيكاراغوا، كوبا، وكذلك يعني دول حتى في أوروبا، بدأت إيرلندا، بعض النرويج، إسبانيا،
لكن في العالم العربي لا تجد، لا تجد أبدا، يعني لا تجد هناك يعني حالة من المعاداة الكاملة للمقاومة. وواضح أن ما تم إنجازه بعد ثورات الربيع العربي 2013 والقضاء على كل الحركة وزج المعارضين بالسجون الديمقراطيين، الآن بدأت تبلورت صفقة القرن 2017 و2017 إذا هي دخلت كل هذه الأنظمة التطبيعية مجانا على حساب القضية الفلسطينية لتحسين علاقاتها مع إسرائيل، وأصبحت أن هناك تضحية لم تعد أمريكا ولا العالم يهتم بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان على الإطلاق، ومتماهية من هذه الأنظمة الاستبدادية. ولذلك أصبح هناك تحالف واضح بين الإمبريالية الأمريكية والغربية والأنظمة الاستبدادية المحلية والمستعمرة الاستيطانية اليهودية. هذا التحالف يقوم على تصفية القضية الفلسطينية ومعاداة الإسلاميين. شكرا لك سيد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معي من عمان، أشكرك جزيلا.